يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة حاضت ولم تطهر إلا قبل صلاة المغرب بدقيقتين أو بثلاث دقائق، فهل يلزمها شيء من قضاء الصلاة؟ امرأة حاضت ولم تطهر إلا قبل صلاة المغرب بدقيقتين أو بثلاث دقائق، فهل يلزمها شيء من قضاء الصلاة؟ أي صلاة؟ صلاة العصر قصده؟ المغرب يجب عليها أن تغتسل وتصلي المغرب لأنها في وقت المغرب، أما العصر فلا، لأنه يوم يأتي عليها العصر وهي في الحيض. نعم.